فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: بعض الرقاة يذكر لمن يأتي إليه أنه يستخدم الماء بالملح أو ماء البحر لأجل علاج السحر. هذا مشعوذ، هذا مش علاج السحر، إنما يكون بالقرآن والرقية الشرعية، ويكون بالأدوية المباحة، يكون بالأدوية المباحة المجربة في فك السحر وعلاج السحر. هناك أدوية خلقها الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، السحر وغيره، علمه من علمه، جهله من جهله. فإذا علم للسحر علاج فيؤخذ به. وأما هذه الخرابيط ما بالملح ما كذا، هذه لا، هذه شعوذات ولا تجوز. وهؤلاء يريدون أخذ أموال الناس بالباطل، يقولون نعالجكم من السحر. نعم.